السلام عليكم اخوانا اخواتي الكرام، تحياتي لكم جميعا، كنحييكم كل واحد باسمه في اي مكان كنتو. انا صراحه هذا الفيديو هذا ما عرفتش كيفاش درته، والله ما عرفت كيفاش درته، غير شفت واحد المقطع دار واحد الاعتداء شنيع على العالم المغربي واهانه العالم المغربي في دوله هوك اللي كيتشدقوا انهم اخوه و مشاو داروا واحد العمل اقل ما يقال عنه، الى جانب انه عمل حقير، انه عمل صبياني مبرهش من الاخر. لكن قبل ما ندخلوا في هذا العمل الشنيع الصبياني المبرهش اللي داروا، بغيت نقول لكم واحد الحاجه مهمه الخوت. كاين واحد القوله كتقول لك تحبني انا، هذا انت مخير فيه، انت حر واش تحبني ولا تكرهني، انت حر هذا كتبقى الحريه ديالك، لكن تحترمني هذا انت ماشي مخير فيه، انت مجبر انك تحترم، مجبر انك تحترمني، يعني انا خصني نفرض عليك انك تحترمني. هذه قوله. شوفوا الخوت، انا كنت اليوم كنبغي ندير واحد الفيديو نضحك على الملاكم اللي قال لك بزاف بزاف بزاف، راكم عارفين. وبعدا بالمناسبه كنشكر خو السي ابراهيم الغوتي، البارحه راه هضرت معاه في واحد الموضوع وبنت معاه في واحد اللقاء في التليفون، لكن مع الاسف كان الصوت ناقص. هذا الملاكم ديال بزاف بزاف كان دار داك اللقاء المدلول. صراحه نقول لك والله قسما بالله ما نكذبش عليك، انا يلاه يلاه دابا انا قلت لك هضرت مع مرتي في التليفون وقالت لنا راه شفنا الاستقبال تبارك الله اللي صبك، شنو دابا تهضر معك ولا تبوش قسما بالله، شي زعما راه تيشوك انا مش داك الشيء ديال البارح، داك الشيء الاستقبال والناس كيفاش تعاملوا معنا والبوليس كيفاش تعاملوا معنا، والله العظيم الا الصراحه قلت نقول لك انا الصراحه الى عيني غرغرق قسما بالله. تنشوف الحمد لله الناس هنا في الجيري دابا تنشوفوا تبارك الله، تنشوفوا الدراري كيفاش دايرين، شبان نقيين، دراري واعيين قارين كيفاش يهضروا كيفاش يتكلموا كيفاش تقبلونا لا في لي ريستورون، ريستورون ما تيخليوكش كاع، ما تيخليوكش تبقى واقف، تيتعاملوا معك معامله عرفتي حاسبين روسنا حنا بلادنا، قسما بالله الا حاسبين روسنا بلادنا عرفتي حنا مرتاحين بزاف 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 بزاف. تنقول لك شنو نقول لك تريت الدخله ديال البارح اللي دخلنا وسقبلونا البوليس كيفاش سقبلونا وكيفاش سقبلونا الجمهور تصفقوا علينا والزغاريت، تنقول لك والله اختي لا شوك انا رحمي شوك ليا البارح شعري وقف ليا انا، انا تنقول لك انا راه درت شي 9 ولا 10 ديال لي جو ميديتيرانيا اللي درت كل ميديتيرانيا 3 ميديتيرانيا درت فيهم لي ميداي، دو ميداي دور ميداي دو برونز شاشات، ولكن الاستقبال ديال البارحه راه حاجه كبيره. وتشكركم بزاف 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 الشعب الجزائري والسلطه الجزائريه، كنشكرهم اكثر من الجد، راه من ناحيه الاقامه حنا ساكنين مزيانين، تناكلوا مزيان في لي ريستورون والماكله مزيانه والرغيف كبير والمواصلات فاضيه والشقق كثيره وكل شويه تقولوا لنا فوق الحزام فوق الحزام. زعما اللي تلاقيتي معاه من هنا تقول لك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا عرفتي ديك مرحبا بك راه عرفتي فين تدوز مرحبا بك عرفتي راه والله العظيم الا الله يرحم والدين الله يجزيكم بخير وشكرا بزاف على هادشي اللي ديروا معنا، وزعما راه فرحه كبيره وحنا فرحانين وارتاحين بزاف انا والله. واش هاد البوكسور هذا مشات تما؟ وانا اليوم كنفكر فشي سكيتش نضحكوا شويه، لكن قلت مع راسي لا ما هذا ما هذا ما نتجاوزش. اذا كنتفاجئ وصلني واحد الفيديو دابا مشاو داروا واحد العمل اقل ما يقال عنه انهم برهش. شوفوا شنو داروا، مشاو فهاديك الطريق ديالهم رسموا العالم ديالهم في الحيط، ورسموا العالم ديال فلسطين في الحيط، والعالم المغربي رسموه في بركاسة الزبل، في بركاسة الزبل. هاد العالم هذا، هاد العالم ديال الحضارة اللي عمرها أكثر من 3000 سنة يترسم على البركاسة الزبل، في الآخر جيو تضحكوا علينا بخاوة خاوة وهذا وحنا معنا الفتنة وداك الشيء، ترسموا العالم المغربي في بركاسة الزبل، في بركاسة الزبل. هذا عالم ديال بلادي مقدس عندي انا، احترم المقدسات ديالي كيما انت ما بغيتيش العالم ديالك يتهان، كذلك ما تهينش عالم الناس بهاد العمل الصبياني الحقير. لكن الرد ديالي غادي يكون بسيط ولكن مؤلم، وهاد الالام وكيخليكم
خليكم مع هذا الرد ديالي على هذا العمل الحقير، وعاش المغرب وعاش هذا العالم اللي كنموتوا عليه وغادي نموتوا عليه. عشان نقول لك الاستقبال فوق الوصف، فوق الخيال. يعني صراحه دابا انا الدموع كينزلوا لي من عيني والله. لا استقبلونا، صفقوا لينا، وهادي ما يعني شكون يصفق ليك؟ شكون يصفق ليك؟ صفقوا لينا. واحد المره شتها من بعيد زغرتات والله الا راه هادشي راه بزاف 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 بزاف. راه ما شنو نقول لك، حنا فرحانين تهلاو فينا، هزونا يعني خلاونا نمشيو على رجلينا، كنمشيو على رجلينا يعني مسموح لينا نشمو الهواء، نتنفسو الاكسجين، مسموح لينا نتنفسو الاكسجين. الماء كيجيبوا لنا بعض المرات، الماء بعض المرات. شنقول لك يعني هادشي بزاف 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 فوق الوصف هادشي. يعني انا ما نكذبش عليك اخويا، ما نكذبش عليك، راه الحمي وقف وشعري تبورش والله الا شعري تبورش بهذا الاستقبال اللي كان. يعني استقبال ما نقولش لك، يعني ما عمرنا شنا بحاله صراحه، استقبال ولا في الاحلام والله.